إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وها هو أيها المباركون، يتسق بنا الكلام وينتظم بنا المقام، ونحن نتكلم في سيرة العدنان عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام النضرة والسيرة العطرة لأبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هجيرنا يا بائعا بأرض طيبة عن برى بجوار أحمد صلى الله عليه وسلم لا تبيع العنبر. إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال صلى الله عليه وسلم: أريت، أي في المنام، أني أهاجر إلى أرض ذات نخل، فوقع في وهلي، أو قال وهلي بالتحريك والتسكين لغتان، أي في خاطري وخلدي أنها هجر، فإذا هي المدينة، أو قال فإذا هي يثرب. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أحمد والبخاري قال: إني أريت دار هجرتكم، يعني في المنام، إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات سبقة أو سبخة، يعني الأرض التي تكون فيها تلك المياه المالحة والزرع فيها يكون قليلا، أرضا ذات سبخة أو سبخة بين لابتين. قال: فأخذ الصحابة يخرجون مهاجرين إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. فها هي تنقضي 13 سنة من البعثة المباركة
للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وها هم الصحابة يخرجون زرافات ووحدانا يؤممون إلى طيبة طابة، دار النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتركون وراءهم الأموال والبساتين والضياع ليهاجروا بدينهم إلى الواحد القهار الرزاق الغفار. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يتركون مهجة حياتهم ودار صباهم، أتيت الديار فسألتها أين الساكنون والمعتجر، وأين من كان في المنحنى، وأين من كان في المغتفر. خرجوا جميعا يؤممون ديارا يريدون فيها رب البشر تبارك وتعالى، يخرجون إلى طيبة وإلى طابة يفرون بدينهم، من فر أمن، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أمر بالديار وبالديار أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولذلك إن الإنسان لما يخرج من دار صباه ليس ذلك بالأمر الهين أبدا. في الصحيح في قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إن رجلا أراد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو بشطر الطريق أدركته منيته فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه صفقتي معك، وهذه بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فاضت روحه إلى بارئها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليعلم الناس أن رب الناس قد كتب له أجر الهجرة. إن أول من هاجر من أهل البيوت والمساكن من مكة كان أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة ومعهما ابنهما. فلما خرج أبو سلمة خرج في إثره أهل أم سلمة هند بنت أبي أمية التي سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة، وقالوا: يا أبا سلمة إن هذه نفسك قد غلبتنا عليها ولكننا لن نترك لك ابنتنا. فما زالوا به حتى أخذوا المرأة وابنها ورجعوا بهما إلى مكة. وخرج أبو سلمة إلى دار هجرته رضي الله عنه وأرضاه، فمكثت حولا وسنة كاملة تبكي حتى اشتد بها السقم، تريد زوجها وتريد أن تربي ابنها مع زوجها في دار الهجرة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال القوم ولاموهم وقالوا: يا بني سلمة اتركوا هذه المسكينة أن تذهب لزوجها. قالت: فخرجت. قال: فلقيني عثمان ابن أبي طلحة، ها
هؤلاء من؟ هؤلاء أصحاب دار أصحاب المفاتيح للكعبة من بني شيبة. قال: فما وجدت خيرا منه صاحبا في السفر. قال: إلى أين تريدين يا أم سلمة؟ قالت: أريد إلى يثرب. وبعد النبي ما حول اسمها عليه الصلاة والسلام. قالت: أريد زوجي. قالت: قال: ما منك من مترك أبدا. يعني الرجل العربي له نخوة يحافظ على النساء، لا يتحرش بهن، لا ينظر إلى عوراتهن. عنتر ابن أبي شداد وهو الكافر يقول: إذا ما تبدت لي جارتي تواريت عنها حتى يواري جارتي مأواها. والنابغة الزبياني يقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليدين. وخير من ذلك كله ربي يقول في سورة العفاف في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والنبي يقول: يا علي، صلى الله عليه وسلم، يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم من سهام إبليس. فإلى الذين ينظرون إلى النساء وإلى عورات النساء ويتلذذون بذلك نقول: ارعوا وانتهوا، وإلى ربكم توبوا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: فأناخ بعيره لي ثم تنحى بعيدا، فإذا ركبت عليه رفع البعير وذهب به. فإذا سرنا وأردت أن أقضي حاجتي أناخ البعير ومضى بعيدا حتى قضيت حاجتي ورجعت إليه. انظر كيف يحافظ على عورات النساء. قالت: فإذا اشتد بنا السير. تعرفون من مكة للمدينة 400 كيلو، يعني كم 400 كيلو؟ يعني 10 أيام في السفر، لأن البعير يقطع في اليوم والليل 40 كيلا، يعني يأتيهم الضح والحر والقر والليل والنهار، والمرأة تريد أن تنام، تريد أن تستريح، ومعها طفل صغير مسترضع يبكي. قال: فإذا جن الليل أناخ لنا بعيره بعيدا وهيأ لنا مكان نومنا ثم مضى عنا بعيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. قال: فلما وصلنا على أبواب المدينة قال: يا أم سلمة، إن زوجك بهذه القرية نازل بها، صحبتكم السلامة. ثم مضى ورجع. وصل إيش؟ أوصل الأمانة، أوصلها. ولذلك قالت: ما وجدت خيرا منه صاحبا في السفر. مصعب بن عمير يرسله النبي وهو أول من هاجر، لكن ما الفرق بين الهجرتين؟ لما نقول أبو سلمة أول من هاجر يعني من تلقاء نفسه، أما مصعب هو أول من هاجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن أبو سلمة هاجر فرارا بدينه، وأن مصعب هاجر مستوطنا للمدينة. يعني كان لو أن الموضوع أمن بمكة يرجع إليك إلى مكة، حتى قضى النبي بأن الهجرة لا يرجع منها أحد. ثم ماذا كان من هجرة عمر وما صح فيها وما لم يصح؟ وهل هاجر عمر سرا أم هاجر على رؤوس الناس؟ هذا ما يكون اختصارا في الجزء الثاني من الخطبة. لا، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوث العوادي، وعلى آله وزوجه وصحبه بلها محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. عمر رضي الله عنه وأرضاه هاجر كما هاجر الناس سرا. وأما الرواية المشهورة التي تقول أن عمر وقف على رؤوسهم وقال لهم:
من أراد أن تثكله أمه ويتم أولاده فليتبعني خلف هذا الجبل، فهذه رواية ضعيفة منقطعة كما قال ابن حجر في الإصابة، وكما بين ذلك من حقق محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب لابن عبد الهادي، وكما جاء في مناقب عمر لابن الجوزي رحمة الله على الجميع. وقصته كما ذكرت في كتب السير بأصح الأسانيد، وكما ذكرها ابن إسحاق وابن هشام وصاحب الروض الأنف، وكما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، أن عمر واعد هشام بن العاص، هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، واعد هشام بن العاص وعياش ابن أبي ربيعة في الميضة، مكان حوض يجتمع فيه الماء بمكة قريبا من سرف من النوارية، قال: ومن يتخلف منا عن الموعد يذهب صاحبه. فإذا به عياش بن أبي ربيعة يأتي مع عمر، ثم يتبعانه أبو جهل ابن هشام والحارث أخوه ابن هشام، وكلاهما ابن عم عياش بن أبي ربيعة، ثم قال له محتالين عليه: إن أمك قد آذاها القمل، وإنها أقسمت باللات والعزى ألا تمتشط حتى ترجع إليها. وكان عياش بن أبي ربيعة فيه رقة لأمه، فأراد أن يرجع، فقال له عمر: يا عياش، إنهم يحتالون عليك، إن أمك لو آذاها القمل لم تشطت، ولو آذاها حر مكة لاستظلت، ولو آذاها الجوع لأكلت، لا تتبعهم، هذول يفتنونك عن دينك. لذلك أقول لإحبابي وإخواني: من له صاحب سوء اترك صاحب السوء، الصاحب ساحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال ربنا عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي يوم القيامة قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فر من المجذوم فرارك من الأسد، صاحب السوء من يشرب الدخان والمخدرات والخمرة ويسمع الفحشة والخنا ويشاهد الأمور الماجنة، اتركه الآن قبل أن يفترق منك هناك، انتبه لمثل هذا. قال قرينه: ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. انتبه حتى لا يجرك إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان، حفظكم الله وكفاكم وآواكم. قال: إن لي مالا أذهب لقريش وأجمع. قال له عمر: أنا أكثر أهل مكة مالا ولك شطر مالي، أنا أكثر أهل مكة مالا لك شطر مالي، نصف مالي خذ، ما ترجع معهم، هؤلاء يريدون أن يضلوك عن دينك. قال: لا لا، أروح أشوف أمي وارجع. قال له عمر: إذن خذ ناقتي، هذه ناقتي ناقة ذلول سريعة، فإن رابك منهم شيء في الطريق تقدر أنك أنت إيش تشرد منهم. قال: لا طيب. وبينما هم بوسط الطريق احتال عليه أبو جهل فرعون هذه الأمة، الله ينجينا وياكم من شره وضره، قال: لا، ممكن تصحبني على ناقتك فإن ناقتي هزيلة وما تمشي. قال: لا طيب، خلاص أنا أجي على ناقتك وأنت تجي على ناقتي. قال: ولما أراد أن بعد أن أناخ الناقة ويتحرك منها ويتبدل مع الأخرى، قال: فهجم عليه وأوثقاه ودخل به مكة وفتناه عن دينه. الله يعافينا وإياكم. بقي هشام بن العاص، فأرسل إليه عمر يذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال فركب إليه ولحق بالمدينة. هكذا كانت هجرة عمر، هذه الرواية الأصح في هجرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان ذلك الإعلان الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الإذن من فوق السبع الطباق
للنبي في الآفاق عليه الصلاة والسلام. فما هو ذلك الإذن، وما هو ذلك الأمر، وما تلك الرحلة التي غيرت وجه التاريخ؟ هذا ما يكون اختصاراً، وما يكون مطولاً، وما يكون إسهاباً وإطناباً على حسب المناسبة في اللقاءات القابلة من سيرة خير البرية. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في آية الذكر الحكيم مبتدياً بنفسه مثنياً بالملائكة المسبحة بقدسه مؤيهاً بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الأخيار الأطهار: الصديق أبي بكر صاحب الغار، والفاروق عمر المغوار، وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار وأبي السبطين علي الكرار، وعن تام العشرة المبشرين بالجنان، والتابعين أمهات المؤمنين الكرام. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنزل علينا بحر جودك البركات، وكفر عنا جميع السيئات. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، معافهم واعف عنهم، وسع نزلهم وأكرم مدخلهم. من كان حيا أطل عمره على الطاعة، من كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد ولأهل هذا الحي، واجمعنا وإياهم في جناتك يا رب العالمين. اللهم رب أولادنا، واهد نساءنا، وجلل بالحجاب نساءنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخنا والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اجمع بهم كلمة الإسلام، وأعز بهم المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمري وأورق عود. الله أكبر.